تقول هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج عدم الزواج بالثانية أو تأخير الإنجاب لسنتين وعدم تتابع الحمل؟ يعني هذه عدة شروط. أما اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها فقد ذكر الفقهاء أن هذا الشرط شرط صحيح، ولكن إذا أراد الزوج أن يتزوج فله ذلك، لكن تستفيد المرأة من هذا الشرط بأن لها أن تطلب الفسخ من غير بذل عوض، ولا لا يعني هذا الشرط تحريم ما أحل الله، وإنما تستفيد المرأة منه في أنه لو لم يحقق هذا الشرط فلها أن تطلب الفسخ من غير بذل عوض، لا تحتاج أن تبذل عوض، وإنما تطلب الفسخ مباشرة. الخلع. نعم، الفسخ وليس الخلع، الفسخ بدون مقابل. ما الفرق بينهما؟ الخلع يكون بمقابل، الفسخ بدون مقابل. نعم، هذه فائدة هذا الشرط. أما بالنسبة لتأخير الإنجاب فتكون بالتفاهم مع زوجها، هو ليس منع للإنجاب وإنما هو تأخير للإنجاب لمصالح معينة، قد يكون مثل لدراستها أو لغير ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله ما دام أنه ليس منعا وإنما مجرد تنظيما فلا بأس به إن شاء الله. وكذلك تتابع الحمل، عدم تتابع الحمل كذلك ومقابل تنظيم الحمل أيضا. نعم.